والله يعجبني كثير، انا يعجبني حتى لو يعني يلعب في ريال مدريد خلاص يعجبني. مرحبا شباب، كيفكم؟ شوفاكم ان شاء الله تكونوا بخير. اهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قناتكم روبلند. فيديو اليوم راح اعمل ردة فعلي على لاعبين طبعا الكل بنعرفهم، اللي هم ديمبلي وفينيسيوس جونيور. الكل بيعرف انه ديمبلي وفينيسيوس جونيور هم لاعبين صغار، مهارات ومراوغات ما في عليهم كلام، يعني يمكن بالحسم يكون ديمبلي حاسم اكثر، لكن هذا مو دليل انه فينيسيوس مو قوي. لا، فينيسيوس كمان لاعب يعني مراوغ مهاري سريع، الاثنين ما عليهم كلام يا شباب. اليوم بدنا نشوف مين الافضل بينهم، بس قبل ما نبدا بالفيديو يا شباب بتمنى انكم تنزلوا لتحت تضغطوا على زر الاشتراك، تفعلوا التنبيهات وتعطونا لايك هيك على السريع، وخلونا نبدا بالفيديو. الفيديو طوله تقريبا 6 دقائق. فينيسيوس والله فينيسيوس قدم اداء ضد برشلونه رهيب، والله كان مصدر خطوره، ما حدا يشك فيه. الله يا السامبا، انا يعجبني، لكن لازم يتعلم يكون حاسم اكثر. سريع 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 ما شاء الله، سريع، سرعته رهيبه والله العظيم. شوف عند المراوغه بسهوله يخترق المدافع، سهوله ما شاء الله. الله عليك، والله يعجبني كثير، انا يعجبني حتى لو يعني يلعب في ريال مدريد خلاص يعجبني. الله يرحم المدافع. هاي ضد اياكس، ضد اياكس والله اياكس كمان كان فريق ممتاز. السرعة ضد جيلونا، هذه شايفين هذا اللي احكي عليه، لو عنده حسم والله رهيب، لو بس عنده حسم انه يحسم يكون حاسم اكثر. لازم يتدرب، يعني معقول في ريال مدريد يضيع هالفرص، كل هالفرص؟ بس ما في شك انه مراوغ مهاري وما شاء الله، يعني عنده رؤية ممتازة بالملعب. شفته التمريرة، بس بده رأس حربة يفهم عليها، يعني بنزيما مع كامل احترامات ابو ابراهيم، لكن ما شو هذا، كأنه ضرب المدافع وجه الجول. الله عليك، هذا اللي احكي عليه لازم يحفظ طريق الجول. الله يا كروس، يلا حلو يا الاسيست، حلو يا الاسيست. بالعادة اللي في عمره بيكونوا هيك شوي انانيين، لكن هو مو اناني، او يمكن احيانا يكون هيك يحبه انه هو يسجل. حلو حلو، سجل جول. الله الاسيست، الله الاسيست، رهيب 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 رهيب. السرعة السرعة عنده، السرعة والله يضرب لك اي مدافع، اي مدافع الا يعني انت شفت السميدو كيف كان معه، صحيح شطحوا لسميدو لكن سميدو وقفه، سميدو لانه هو كمان سريع، بس مراوغ رهيب. الله على سيست، الله على التمريرة، روح روح ولا يهمك المدافع، الله يرحمه. الله يعجبني فينيسيوس، هيك بيحكوا اسمه صح، فينيسيوس. الله إلا ديمبلي، الله ديمبلي كمان سريع، هما تقريبا نفس الشيء، ديمبلي كمان مراوغ مهاري سريع، لكن ديمبلي أكثر حاسم، يعني حاسم أكثر. شوف 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 السرعة، شوف السرعة، شوف السرعة، روح. ها تعال فاول، هاي ضد توتنهام، سريع تمريرة جول كوتينيو. شوف تقريبا نفس التمريرات، يعني عندهم نفس الرؤية، بس هون يعني نكون صريحين، ديمبلي عنده ميسي، ميسي أحيانا يعطيه تمريرات يخليه هو والحارس بس ضد بعض، فهون الفرق. الله عليك، باب باب باب، وين حبيبي وين؟ الله، تعرفوا حتى ديمبلي أحيانا ما بيكون حاسم، أحيانا يضيع فرص، لكن أغلب الفرص اللي تجي يسجلها. شوف الفاس، الله عليك، قول قول. شوف التمرير لسميدو، يا أخي هو وسميدو، ديمبلي وسميدو، تحسوا يعني صلهم بخمس ست مواسم يلعبوا مع بعض، عندهم تفاهم، بس بدك مدرب يفهم. الله، روح ولا يهمك، هذا لما كان جديد في برشلونة سواريز، والله أحيانا يعطي أسيستات لسواريز رهيبة. با 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 با، شفته بس الترفيع، بس شوفوا هو وسميدو، شايفين عنده تفاهم يعني رهيب.
بس المدرب ما بتحسوه عمى، الله على الجول. شايفين انا دملي حاسم اكثر، دملي حاسم اكثر. روح ضد توتنهام شوف شوف الجول. حاسم الله حاسم دملي. اضرب اضرب، ما بعرف ليش هالاحتفالية كان يعملها. هاي ضد اتلتيكو هو سجل تعادل، يمكن دخل بديل ما عاد اتذكر، يمكن دخل بديل وهو سجل تعادل. خذ لك بس، خذ لك بس، هذا اللي اتكلم عليه. دمبلي حاسم، شوفوا شوفوا هذا، شوفوا هذا الجول. هذا كنت بشاهد المباراة، فخامة الله فخامة دمبلي. لو بس فينيسوس يعني يركز في, في, في تسجيل اهداف والله يصير رهيب. شوف الجول، شوف شوف الزاوية بس، وين يا المدافع وين؟ الله وين حبيبي؟ والله الفيديو روعة، أنا الفيديو استمتعت فيه كثير. أنت أهم شيء أنتوا تستمتعوا يا شباب، إذا استمتعتوا بالفيديو أعطونا لايك. بس قبل ما تعطونا اللايك يا شباب، مين الأفضل؟ أنا ما رح أحكي مين الأفضل، أول شيء لأني برشلوني وأكيد رح أحكي ديمبلي أفضل، لكن بدي أشوف رأيكم أنتوا، رأيكم مين الأفضل، وأعطوني السبب. يعني إذا حكيتوا فينيسيوس أفضل ليش، وإذا حكيتوا ديمبلي أفضل ليش. بس يا شباب هيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم، بتمنى إنه استمتعتوا بالفيديو. إذا استمتعتوا بالفيديو أعطونا زر لايك، اشتراك صغير، وفعلوا زر التنبيهات إذا حابين، إذا مو حابين كمان ما في أي مشكلة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. Peace boys.